لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الصافات وهي مكية. روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصافات. تفرد به النسائي. وفي رواية: وإن كان لا يأمرنا بالصافات في صلاة الفجر. هذا يدل على أن القراءة في الفجر بالصفات ليس تطويلا، ذلك أنه أمر نسبي. التطويل والتقصير، التطويل والتخفيف أمر نسبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله بيان لقوله وأمره بالتخفيف. قال ابن كثير رحمه الله في قوله والصافات صفا الآيات: قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصافات صفا هي الملائكة، فالزاجرات زجرا هي الملائكة، فالتاليات ذكرا هي الملائكة. إسناد صحيح لابن مسعود. كذا قال ابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس. قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. وروى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. هذه الصحيحة أيضا كما ذكرنا رواه مسلم. فمعنى الصفات صفة التي تصطف في الصلاة والذكر والعبادة، صفوف مستوية يتراصون في الصف لا يتركون فرجا، ويتمون الصفوف الأول في الأول. وقال السدي غير معنى قوله فالزاجرات زجرا أنها تزجر السحاب. قال الربيع بن أنس: فالزاجرات زجرا ما زجر الله عنه في القرآن، بمعنى أنها تلقي في قلوب المؤمنين من الزجر عن المحارم. وهذا الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: واعظ الله في قلب كل مسلم أو كل مؤمن، فكل مؤمن في قلبه واعظ من الله. فيمكن
أن يكون معنى الزاجرة زجرة هو أنها تزجر المؤمنين عن ما حرم الله. قول الأول أنها تسوق السحاب، فالتاليات ذكرى. قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس، وهذه الآية كقوله: فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. عذرا أو نذرا، التاليات هي الملقيات ذكرى التي تتلو الذكر، تتلو الوحي. وقوله: إن إلهكم لواحد، هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات، ورب المشارق أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب، واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليها، وقد صرح بذلك في قوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال في الآية الأخرى: رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. فما معنى المشارق والمغارب إذن؟ يعني أن الشمس كل يوم لها مكان تشرق منه وتغرب منه عبر السنة، تظل تنتقل في هذه المنازل، تكون في الصيف في موضع وتكون في الشتاء في موضع، وفيما بينهما كل يوم تنتقل انتقالا، لا تنتقل مرة واحدة. يعني مثلا مش يوم 21 ديسمبر ترجع الشمس رايحة كده مثلا، لا، ده كل يوم منزل جزء تنتقل، كما ترون ذلك في توقيت الشروق والغروب، معها توقيت الاقتراب والابتعاد عن مشرق الصيف ومشرق الشتاء ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. الشمس تطلع مثلا من هنا كده في الشتاء وتطلع من هنا كده في الصيف، وفي الشتاء تغرب من هنا وفي الصيف تغرب من هنا، في المكان اللي احنا فيه يعني أصلا. وذلك يعني المسافة اللي بتقطعها بناء على ميل الأرض عليها يعني بتتفاوت، فهذا تنتقل بقى بين المشرقين دول، فكل يوم مشرق وكل يوم مغرب، يبقى في مشرق ومغرب ده الجهة، وفي مشرقين ومغربين من الصيف والشتاء، أقصى ما يكون في الصيف وأقصى ما يكون في الشتاء المكانين يعني، ثم المشرق والمغرب كل يوم. قال ابن جرير رحمه الله: أقسم الله تعالى ذكره بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرى. فأما الصافات فهي الملائكة الصافات لربها في السماء، وهي جمع صافة، فالصافات جمع الجمع. عن مسروق قال: في الصافات هي الملائكة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمثله، عن قتادة: قسم أقسم الله، أقسم الله بخلق ثم خلق ثم خلق، والصافات الملائكة صفوفا في السماء. إقسام الله بخلقه كما هو معلوم تعظيم لمن خلقها وجعلها كذلك. عن السدي قال: والصافات هي الملائكة. قال ابن زيد: هذا قسم أقسم الله به. اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: فالزاجرات زجرا. قال بعضهم: هي الملائكة تزجر السحاب تسوقه. عن مجاهد: فالزاجرات زجرا. قال الملائكة. عن السدي قال: الملائكة.
ولم يذكر نصا من قال السحاب. وقال آخرون بل ذلك آي القرآن التي زجر الله بها عما زجر بها عنه في القرآن. تفسير الزاجرات إنها الآيات نفسها، الآيات الزاجرة. عن قتادة فالزاجرات زجرا قال ما زجر الله عنه في القرآن. والذي هو أولى بتأويل الآيات عندنا ما قال مجاهد ومن قال هم الملائكة، لأن الله تعالى ذكره ابتدأ القسم بنوع من الملائكة وهم الصافون بإجماع من أهل التأويل. فلأن يكون الذي بعده قسما بسائر أصنافهم أشبه. وقوله فالتاليات ذكرى يقول فالقارئات كتابا. اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك، فقال بعضهم هي الملائكة. عن مجاهد فالتاليات ذكرى قال الملائكة. عن السدي قال هم الملائكة. وقال آخرون هو ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم قبلنا. فالتاليات ذكرى الآيات التي تلت علينا ذكرى من الأولين. قال ما يتلى عليكم عن قتادة. قال فالتاليات ذكرى قال ما يتلى عليكم في القرآن من أخبار الناس والأمم قبلكم. إن إلهكم لواحد، يعني تعالى ذكره بقوله إن إلهكم لواحد والصافات صفا. إن معبودكم الذي يستوجب عليكم أيها الناس العبادة وإخلاص الطاعة منكم له لواحد لا ثاني له ولا شريك لا شريك. يقول فأخلصوا له العبادة، فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوه بالطاعة ولا تجعلوا له في عبادتكم إياه شريكا. رب السماوات والأرض وما بينهما يقول هو واحد. خلق السماوات السبع وما بينهما من الخلق ومالك ذلك كله والقيم على جميع ذلك. ذكر المعنى كله، معنى الخلق ومعنى الملك ومعنى القيام عليها السيد الأمير النهي. يقول فالعبادة لا تصلح إلا لمن هذه صفته، فلا تعبدوا غيره ولا تشركوا معه في عبادتكم إياه من لا يضر ولا ينفع ولا يخلق شيئا ولا يفني. اختلف أهل العربية في وجه رفع رب السماوات. قال بعض نحوي البصرة رفع على معنى إن إلهكم لرب السماوات، يعني كأنها بدل من واحد من خبر إن. قال غيره رد على إن إلهكم لواحد ثم فسر الواحد فقال رب السماوات والأرض، وهو رد على واحد. الأولاني بيجعلها خبر تاني، أنا بيجعلها بدل. هذا القول عندي لو البدل أشبه بالصواب في ذلك، لأن الخبر هو قوله لواحد، وقول رب السماوات والأرض وما بينهما ترجمة عنه وبيان مردوده على إعرابه، بيان مردود على إعرابه. ورب المشارق يقول ومدبر مشارق الشمس في الشتاء والصيف ومغاربها، والقيم على ذلك ومصلحه. استغنى بذكر المشارق من ذكر المغارب، عن ذكر المغرب. عن قتادة إن إلهكم لواحد، وقع القسم على هذا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال مشارق الشمس في الشتاء والصيف. عن السدي قال المشارق 60 و300 مشرق، والمغارب مثلها عدد أيام السنة تقريبا، يعني وإن في بالضبط 364، وفي بعض السنوات تبقى 65. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.